المهدي شنقول باشر لو سئلنا شنقدم عذار من نعرض عملنا عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري شنقول باشر لو قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته للمهدي انت من صدق تربي النواظر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من إير ما ندري شنقول باكر لوس للمهدي شنقول للمهدي شنقول باكر لوس أن يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك يا بقية الله، أشهد يا ابن البتول لقد وفيت معنا ووفيت وأوفيت، وإنا عبيدك الحيارى سائلوك وآملوك يا بقية الله، متى نصبح كائنات وفية معك؟ إنهم منا يا ابن رسول الله، إنهم منا أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت، والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائحة، يا كل الدين ويا أصل الدين، إني أصدقك القول يا ابن نقيات الجيوب. رائحة الدين وأهل الدين من دونك يا مولى منتنة مقرفة، رائحة الموت، رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة. أين محيي معالم الدين وأهله؟ فالدين وأهل الدين من دونك موتى، أما الطيب فاحت نشغته من نحر رضيعكم المذبوح، من كدمات سوداء وزرقاء تطرز متون صغار حسين في طف الأحزان، يا أطيب من كل الطيب بقية الله سلام عليك. أيها المهدويون، أيتها المهدويات، مساكم الله بالخير، سلام عليكم جميعا. ملف الكتاب والعترة، الجزء الأول، العقل الشيعي
الحلقة الثالثة. خلاصة سريعة لما تقدم. التمهيد واجب الشيعة الأول، ولن يتحقق التمهيد من دون معرفة إمام زماننا، والبوابة التي تتمكن الأمة الشيعية من خلالها أن تتفاعل وأن تعيش في وجدانها المعرفة الحق لإمام زمانها صلوات الله عليه، حينما يتكون عقلها العملي، وحينما ينشأ عقلها العملي وفقا لما يريده إمام زماننا، حين تكون مناشئ العقل الشيعي العمودان الكتاب والعترة. وكما أسلفت بأن من أهم العوامل ومن أهم الأسباب التي لها مدخلية كبيرة في تكوين عقل الأمة الشيعية هو عقل النخبة، ومن أهم العوامل التي تشكل عقل النخبة هو المنهج العلمي، المنهج البحثي، المنهج الفكري. وذكرت بأنني سأسلط الضوء على ثلاثة عناوين: اللغة، القرآن، الحديث المعصوم. وشرعت في الحديث عن اللغة، وقد بينت بأنني سأستعرض أهم الاتجاهات وأهم الأذواق التي تعاملت مع اللغة، وإنما أستعرضها لا لأهميتها بالنسبة لهذا البحث، وإنما لأجل أن تكتمل الصورة لدى المتابع لهذا البرنامج، وأن تكون هناك فكرة حول ما يجري حول هذا البحث، أن نكون على معرفة بما يجري حولنا في دائرة البحث العلمي. وإلا فحديثنا عن اللغة التي نحتاجها فيما نحن فيه واضحة، مصادرها القرآن والعترة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. لكنني أتناول ما يدور حول هذا الموضوع بالقدر الذي يعطي بصيرة علمية لمن يتابع هذا البحث. قلت بأن اتجاها واسعا عريضا وهو الاتجاه التقليدي
ونشأ في الوسط المخالف. أن نتعامل مع اللغة بشكل مقدس، بشكل تقديسي. صحيح إنهم لا يقولون بالألفاظ بأنهم يتعاملون مع اللغة تعاملا تقديسيا، لكن الواقع العملي يقول بذلك. فحينما يعتمدون على بدوي جاهل، على بدوي متحجر، على بدوي ربما ما لامس الماء جسده لسنين أو ربما طيلة عمره، فيجعلون منه مصدرا ويجعلون كلامه دليلا. القوانين والقواعد التي وضعت في كتب علم اللغة وصارت بذلك القواميس، وكأنها وحي منزل. القواميس اللغوية مصادرها من البدو، مصادرها من شعر مجهول أو مكذوب يكذبه علماء اللغة. ومر علينا الكسائي من كبار علماء اللغة، من كبار علماء النحو، ومن القراء السبعة. ماذا قال عنه جلال الدين السيوطي في بغية الوعاة؟ قرأت عليكم ما قاله. كان الكسائي ينقل عن ابن الأعرابي: كان الكسائي أعلم الناس ضابطا عالما بالعربية قارئا صدوقا، إلا أنه كان يديم شرب النبيل. في نسخة قديمة كانت عندي كان المكتوب فيها: إلا أنه كان يدمن شرب الخمرة ويأتي الغلمان. على أي حال نفس الشيء هنا: إلا أنه كان يديم شرب النبيذ. خففت هنا لأنهم ذكروا في رواياتهم حتى عن رسول الله بأنه كان يشرب النبيذ، لأن عمر كان يشرب النبيذ، إلى الدرجة التي ذهب أبو حنيفة فقال بجواز الوضوء بالنبيذ، بل قال: لو أن رجلا نام على حافة حوض مليء بالنبيذ وأجنب في نومه وسقط وهو نائم في الحوض في حوض النبيذ فإنه قد اغتسل. على أي حال لا أريد الدخول في هذه التفاصيل، هذه التفاصيل موجودة في كتب القوم. إلا أنه الكسائي كان يديم شرب النبيذ ويأتي الغلمان. أنا هنا لا أريد الحديث عن القراءات، وسيأتي الكلام عن القراءات في الجزء الثاني من هذا البرنامج، الجزء الثاني الذي عنوانه الكتاب الصامت. ولكن هذا نموذج من النماذج التي أهنئ بها هؤلاء الذين يحملون شهادات الدكتورة في علم القراءات في الوسط الشيعي ويخرجون على الفضائيات الشيعية يحثون الشباب على تعلم القراءات. أقول هنيئا لكم، هنيئا لكم إذا كانت مصادر العلم هذه هي. من استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. هنيئا لكم بهذا الأستاذ الفاضل الماهر، هنيئا لكم. فهناك من يقدس اللغة
يقدس النصوص اللغوية، وهذا الأمر شاع في وسط المخالفين ووراء الأكمة ما وراءها. السياسة عبثت في ذلك، عداء أهل البيت عبث في ذلك، والقضية فيها تفاصيل. وحتى لو كان كلامي هذا جزافا ولم يكن هناك شيء من كل ما ذكرته، فإننا في اللغة لا نحتاج كل هذه التفاهات التي مرت الإشارة إليها بنحو من الأمثلة في الحلقة الماضية وبشكل مجمل في حديثي في هذه الدقائق. حتى لو فرضت بأن كلامي كله ليس صحيحا وبأن ما يذكره اللغويون من تقديس ما يأتي به أولئك البدو الجهال ويجعلون من ذلك قواعد، مع أن الكتاب الكريم لا تحدث عن عجعجة ولا جعجعة ولا طمطمانية ولا شنشنة ولا غير ذلك. العالم السني صبح الصالح، دكتور صبح الصالح، في كتاباته وفي محاضراته وأبحاثه في فقه اللغة، وهو يستنكر أيضا هذا التقديس، ويستنكر أيضا ما جاء من خصائص للهجات العرب، ويستمر في قوله فيقول: إذا أردنا أن نطبق هذه الحالات التي مرت الإشارة إليها في الحلقة الماضية، كما في قول امرئ القيس: أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. يقول: إذا أردنا أن ندخل الكشكشة مثلا على هذا البيت، لاحظوا الفارق: أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، أغرتش مني أن حبتش قاتلي وأنتش مهما تأمر القلب يفعلي. هل هذه عربية؟ بالله عليكم لاحظوا الفارق بين البيتين: أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. الشعر العربي في العصر الجاهلي أليس كله يعتمد نفس السليقة الموجودة في القرآن؟ السليقة القرآنية أليس هي نفس هذه السليقة موجودة في الشعر العربي الجاهلي؟ إلا أبيات شاذة تنسب إلى بعض الشعراء كذبا ينسبها علماء اللغة وأصحاب القراءات، أمثال الكسائي وأشباه الكسائي ممن يديمون ويدمنون على شرب الخمر ويأتون الغلمان. يقول: الراعي خرج معي، إذا أردنا أن نعجعج هذه الجملة، يعني نحول الياء إلى الجيم، ما يسمى بالعجعجة. الراعي خرج معي، ماذا تكون؟ الراعج خرج معج، الراعج خرج معج، يعني الراعي، الراعج خرج معج.
يعني الراعي خرج معي، الراعج خرج معك. هذا كلام عربي أصلا، هذا لفظه يحتاج إلى ممارسة، إلى تدريب، إلى تمرين، وكأننا نلعب لعبة أطفال، لعبة صغار، حينما يرددون بعض الكلمات التي تأتي فيها الحروف متشابهة ومتتابعة، يرددونها ومن يحسن ترديدها يكون فائزا في اللعبة، ومن يخطئ في ترديدها يكون خاسرا في اللعبة. هذا الطرز من التعامل مع اللغة نحن لا شأن لنا به ولا علاقة لنا بهذه التفاصيل، إنما أوردته وتحدثت عن كي تكتمل الصورة المحيطة بالبحث الذي نحن بصدده. فتلاحظون هذا الاتجاه التقديسي للغة، يواجهه اتجاه آخر قطعا من علماء الشيعة والمنهج الموجود، الكثير منهم يذهبون باتجاه ذلك المنهج التقديسي، وهذا هو الشائع، المنهج التقليدي. هناك منهج آخر وهو المنهج الثائر على تقديس اللغة إلى درجة تمييع اللغة العربية، وهذا نشأ في القرن العشرين، كانت له بدايات من أوائل القرن العشرين واشتدت في الأربعينات، في الخمسينات، في الستينات. من دعاته مثلا الشاعر اللبناني المعروف سعيد عقل، لدرجة أن أحد دواوينه الشعرية، وشاعر معروف من الشعراء الذين يمتلكون مقدرة شاعرية عالية، وهو يكتب باللغة العربية الفصحى، يكتب الشعر القريض، طبع أحد دواوينه شعر عربي ولكنه طبعه بالحرف اللاتيني، لأنه يتبنى الدعوة إلى القومية اللبنانية ويقول بأن العربية في إطارها حيث قواعد النحو وقواعد اللغة المعروفة، يعتبر بأن هذا الأمر أمر انتهى مع عصور متقدمة، وعلينا أن نتعامل مع اللغة المحكية. اللغة المحكية يعني اللغة العامية، اللهجة العامية، وإنما كتب شعره بالحرف اللاتيني كمقدمة للتخلص من الحركات، من الحركات الإعرابية. الكاتب المصري سلامة موسى أيضا دعا إلى ذلك. قاسم أمين كان يدعو إلى تسكين الكلمات العربية من دون حركات. لويس عوض وعدد كثير، حتى الشاعر العراقي جميل صدقي الزهاوي أيضا كانت له دعوة لنشر اللغة المحكية، اللهجة المحكية، والكتابة بها. ممن نظر لهذا الموضوع أيضا على مستوى التنظير، وإلا هو كتب باللغة العربية الفصحى، عالم الاجتماع العراقي دكتور علي الوردي، وعنده كتاب أسطورة الأدب الرفيع، هو مجموعة مقالات على سبيل السجال فيما بينه وبين الدكتور عبد الرزاق محي الدين،
من أساتذة الأدب العربي. لا أطيل الكلام كثيرا، هذه طبعة أسطورة الأدب الرفيع علي الوردي، الطبعة الثانية 1994، دار كوفان، لندن. في صفحة 145 يقول: والذي يقارن بين الخطيب العربي والخطيب الغربي يجد بينهما فرقا واضحا، فالخطيب الغربي يرتجل الكلام على رسله وكأنه يتحدث به إلى صديق، أنه يريد أن يفهم المستمعين وهم يريدون أن يفهموه دون أن يلتفتوا إلى الحركات في أواخر كلماته، ولا توجد حركات في اللغات الغربية على أي حال. أما الخطيب العربي فهو عند الارتجال في خوف دائم، فعقدة النحو تأخذ بخناقه، وحين تستمع إليه تكاد تشعر بأنه لا يقصد التفهيم والتوضيح في كلامه، إنما هو يقصد الحذلقة والتنطع فيه، تنطع في الكلام يعني التكلف، التنطع هو التكلف هو التقعر كما يقولون، الذهاب إلى ما هو أكثر من اللازم، المبالغة في الشيء، إنما هو يقصد الحذلقة والتنطع فيه. ويصح القول بأنه يتقمص عند الخطابة شخصية أخرى غير الشخصية التي كانت لديه قبل بدء الخطاب. قد يكون كلام الوردي صحيحا في وصف الحالة الاجتماعية أو الحالة النفسية، لكن هذا لا علاقة له باللغة. هذه الحالة التي يتقمصها الخطيب هذه مردها إلى الثقافة العامة. قد تكون صعوبة اللغة عاملا مخيفا عند المتكلم العربي، ويستمر تحت عنوان فائدة النحو. يقول النحات: إن حركات الإعراب في اللغة العربية لها فائدة كبيرة في توضيح المعنى على القارئ أو السامع. والواقع أني كلما حاولت أن أقنع نفسي بوجود شيء من الفائدة في حركات الأعراب عجزت، وأرجح ظني أن الأعراب ليس سوى زخرفة لفظية لا طائل وراءها. نرجو من النحات أن يرشدونا إلى الفائدة التي نجنيها من تعلم القواعد العويصة في موضوع الممنوع من الصرف أو المنادى أو المستثنى بإلا أو ما أشبه. فهم يقولون عن المنادى مثلا إنه يجب أن يبنى على ما يرفع به إذا كان نكرة مقصودة، ويجب أن ينصب إذا كان نكرة غير مقصودة. ومعنى هذا إن الذي يريد أن ينادي أحدا ينبغي أن يعرف أولا كيف يميز بين النكرة المقصودة وغير المقصودة، وإلا فسوف يكون نداؤه ملحونا. ولست أدري أيمتنع أحد عن الاستجابة لندائك إذا وجد فيه خطأ نحويا؟ إنك تناديه والسلام، وكثيرا ما يسمع الحمار النداء ويستجيب له. فهل يعرف الحمار قضية النحو والقواعد؟ إسفاف إلى أبعد حد، من هذا الطرف تقديس إلى حد يخرج عن المعقول، وإسفاف من هذا الطرف إلى حد بعيد جدا. ويذكر أمثلة لا يوجد مجال لقراءة ذلك. ثم يقول في صفحة 148: كنت بالأمس أستمع إلى خطبة لجمال عبد الناصر عن طريق الإذاعة
فهزتني هزا، وشعرت أثناء سماعها بأن التاريخ يتحرك أمامي مدويا، وأن الرجل يساهم في تحريكه، مع العلم أنه كان يلقي خطبته ارتجالا ولا يستعمل فيها الإعراب أو الحذلقة اللفظية، إنه يتحدث إلى الناس من أعماق قلبه، ويستمع الناس إليه من أعماق قلوبهم أيضا. ما علاقة هذا بالضوابط العلمية للغة العربية؟ يعني هنا علي الوردي يتعامل مع اللغة وكأنها ظاهرة اجتماعية. اللغة ليست ظاهرة اجتماعية. مر الحديث بأن اللغة ظاهرة تكوينية خلقية. نعم، يكون في جانب من جوانب تأثيراتها الجانب الاجتماعي، لأننا نستعملها في التفاهم، في التحاور، في التواصل مع الآخر، ولكن اللغة ليست ظاهرة اجتماعية حتى يتناولها عالم الاجتماع ليحللها بطريقة اجتماعية. من جملة آثار اللغة هناك آثار اجتماعية. ثم يقول: أرجح الظن أنه لو كان يتبع في كلامه، يعني عبد الناصر، قواعد الإعراب كما يشتهي النحات لما أحدث في الناس ذلك الأثر الاجتماعي العظيم، ولصار كإخواننا الذين يتمشدقون بلا جدوى. هو ينطلق من ظواهر اجتماعية، يقارن بين الخطيب الغربي والخطيب العربي، يلتفت إلى سياسي هو معجب به، هو معجب بعبد الناصر، يلتفت إلى خطاب سياسي هو معجب به، وعلى أساس ذلك يريد أن يتعامل مع قواعد علمية وضوابط علمية تكون حاكمة للغة العربية. وعلى هذا المنوال في صفحة 249 رأيت أحد هؤلاء ذات يوم وهو يستمع إلى خطيب، وقد فغر فاه إعجابا به، مع العلم أنه لم يفهم من كلامه جملة واحدة. وحين سألته عما فهم من كلام الخطيب أجابني بما معناه: ليس من السهل على جاهل مثلي أن يفهم كلام هذا الخطيب العظيم. ومعنى هذا أن عظمة الخطبة تقاس بمقدار ما يجهل السامع من معناها العويص. هذه الظواهر موجودة. الدكتور علي الوردي هو قد أبدع في تشخيص ووصف الظواهر الاجتماعية، لكن لا علاقة بهذه الظواهر الاجتماعية في قضية علم اللغة. اللغة، قواعد اللغة، اللغة كظاهرة تكوينية، ظاهرة خلقية، واللغة كعلم لا علاقة لهذه الظواهر الاجتماعية بعلم اللغة وبقواعد اللغة. وقد اعتاد بعض المستمعين عندنا أن يهزوا رؤوسهم عند إلقاء خطبة الرنان، فهم يطربون على رنين ألفاظها ولا يهمهم بعد ذلك، أن يظلوا كما كانوا جاهلين مغفلين. يقول الأستاذ فيليب حتى أن المستمعين في بغداد ودمشق والقاهرة الآن يمكن أن تثار حماستهم إلى أقصى درجة حين تتلى عليهم قصيدة غامضة أو عند إلقاء خطبة بأسلوب قديم ولو كانت غير مفهومة فهما تاما، فالتنغيم الموسيقي يؤثر فيهم تأثيرا سحريا، وهو ما يعرف عندهم بالسحر الحلال. وعلى هذا المستوى يستمر بعرض ظواهر اجتماعية
حتى يصل به الكلام في موطن آخر، وهو يتحدث عن فقيه من الفقهاء بأنه ألف كتابا عنوانه السيف البتار في الرد على الكفار، الرد على الكفار فيما جاء من العلماء الغربيين حينما تحدثوا عن كيفية نزول المطر. يقول: ظن الفقيه أن المطر ينزل من بحر القدرة الموجودة، ظن الفقيه أن المطر ينزل من بحر القدرة الموجود في السماء، وأن هناك حميرا من الملائكة يحملون قرب الماء منه ويرشون على الناس رشا، وما البرق إلا لمعان الصوت الذي يضرب ميكائيل به ظهور الحمير، أما الرعد فهو صوت ميكائيل. يبدو أن صاحبنا الفقيه نظر إلى السقائين الذين يرشون الماء في الطرقات أثناء الصيف، فخيل إليه أن الملائكة تفعل فعلهم عند نزول المطر، أما نزول المطر من البخار فهو غير معقول، وإذا كان المطر ينزل من البخار فلماذا لا نراه ينزل عند صعود البخار من قدور الطبيخ؟ مهما يكون الحال فقد كانت الأدلة العقلية، الأدلة العقلية من هذا النوع يعني، وإلا لا توجد أدلة عقلية بمعنى الأدلة العقلية بهذا المستوى الضحل. مهما يكون الحال فقد كانت الأدلة العقلية التي جاء بها صاحبنا مقنعة في نظره كل الإقناع. مهما يكون الحال فقد كانت الأدلة العقلية التي جاء بها صاحبنا مقنعة في نظره كل الإقناع، وربما كان واثقا بأنها ستفحم الكفار وستلقمهم حجرا وتجعلهم يشعرون بسخافة رأيهم حالما يطلعون عليها، وإلى غير ذلك. هو يجمع من مثل هذه المطالب، وبعد ذلك يذهب إلى الإسفاف باللغة إلى أبعد حد، مع أنه في الواقع هو يكتب بلغة عربية فصحى محكومة بالقواعد والضوابط. وهو ليس الوحيد الذي ذهب إلى هذا القول، كما ذكرت أمثلة ونماذج من أدباء وشعراء ومفكرين، هناك أيضا قائمة طويلة، ولا زال البعض الآن حتى في وقتنا هذا يذهبون إلى هذا المذهب. أنا فقط أشير إلى أن دكتور علي الوردي من المعجبين جدا بابن خلدون. يقول: فقد كتب في صفحة 236، فقد كتب ابن خلدون مقدمته الكبرى في علم الاجتماع، ولكن المؤرخين لم يجدوا فيها شيئا يستحق الإعجاب، ونسي العرب ابن خلدون حتى جاء المستشرقون أخيرا فاكتشفوه، وانثال العرب عليه من بعد ذلك يقرؤون مقدمته ويعجبون بها. وهو معجب بابن خلدون، كثيرا ما يمدح ابن خلدون في كتبه وفي محاضراته. هذه مقدمة ابن خلدون. ربما قد تقول: ما علاقة مقدمة ابن خلدون بالبحث الذي بين أيدينا؟ الحديث عن العقل الشيعي، والحديث عن العقل وعن العوامل التي تكونه. وعلي الوردي أنا لا أتحدث عنه بأنه جزء من النخبة الشيعية التي أتحدث عنها، لأنني أتحدث عن النخبة الشيعية في الوسط الديني، في الاختصاص بالعلم الديني، وإن كان الدكتور علي الوردي هو شيعي، لكن
لأجل أن تكتمل الصورة لنقرأ ماذا كتب ابن خلدون هذا العالم البارع في نظر علي الوردي وفي نظر كثيرين. هذه مقدمة ابن خلدون الدار الذهبية للطبع والنشر والتوزيع القاهرة صفحة 485. تحدث في هذا الفصل الفصل السابع في صفحة 484 وما بعد هذه الصفحة. تحدث ابن خلدون عن كل المذاهب ومدحها وتحدث عنها كثيرا، لكن لما وصل الكلام إلى أهل البيت ماذا قال؟ وشذ أهل البيت، يعني أهل البيت شذاذ، وهو ابن خلدون هذا الزنديق ليس بشاذ. وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها، أهل البيت أصحاب بدعة، وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح وعلى قولهم بعصمة الأئمة، يعني هو يعرف الأمور، وعلى قولهم بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عن أقوالهم وهي كلها أصول واهية. وشذ بمثل ذلك الخوارج، فقط الذين شذوا أهل البيت والخوارج، الخوارج الذين في كتبهم بأنهم كلاب النار في كتب القوم، ولم يحفل الجمهور بمذاهبهم، يعني لا بمذاهب أهل البيت ولا بمذاهب الخوارج، ولم يحفل الجمهور بمذاهبهم بل أوسعوها جانب الإنكار والقدح، فلا نعرف شيئا من مذاهبهم ولا نروي كتبهم، هذا هو العلم، ولا نروي كتبهم ولا أثر لشيء منها إلا في مواطنهم، فكتب الشيعة في بلادهم وحيث كانت دولهم قائمة في المغرب والمشرق واليمن، والخوارج كذلك، ولكل منهم كتب وتآليف وآراء في الفقه غريبة. أهل البيت شذاذ. لاحظوا ماذا يقول هذا الزنديق في صفحة 125، يتحدث عن مجانين، مجموعة من المجانين المعتوهين، يقول ومن هؤلاء المريدين، يعني الذين يسلكون مسالك الصوفية، ومن هؤلاء المريدين من المتصوفة قوم بهاليل، بهاليل يعني مجانين، قوم بهاليل معتوهون أشبه بالمجانين من العقلاء، وهم مع ذلك، مع ذلك أنهم معتوهون وأشبه بالمجانين من العقلاء، وهم مع ذلك قد صحت لهم مقامات الولاية وأحوال الصديقين، وعلم ذلك من أحوالهم، وعلم ذلك من أحوالهم من يفهم عنهم من أهل الذوق، مع أنهم غير مكلفين، لأنه مجانين، المجنون غير مكلف، رفع القلم عن المجنون. يعني هؤلاء المعتوهون والمجانين يقول قد صحت لهم مقامات الولاية وأحوال الصديقين مع أنهم غير مكلفين، ويقع لهم من الإخبار عن المغيبات عجائب، لأنهم لا يتقيدون بشيء فيطلقون كلامهم في ذلك ويأتون منه بالعجائب، وربما ينكر الفقهاء. هناك حينما أنكر الفقهاء على أهل البيت هو قبل بذلك الإنكار ومجده، لكن حينما ينكر فقهاءهم على هؤلاء المجانين سيرفض هذا الإنكار. وربما ينكر الفقهاء أنهم على شيء من المقامات لما يرون من سقوط التكليف عنهم لأنهم مجانين، والولاية لا تحصل إلا بالعبادة. هو يقول
ابن خلدون وهو غلط، فإن فضل الله يؤتيه من يشاء ولا يتوقف حصول الولاية على العبادة ولا غيرها. أقول للدكتور علي الوردي، هو هذا النابغة؟ هكذا يفكر النوابغ؟ هذا هو السبب في مدح مفكري العرب لابن خلدون، خصوصا المفكرون في المغرب العربي، الكتاب والمثقفون في المغرب العربي، هذا هو السبب وراء مدح ابن خلدون. هذه العقلية التي رأيتم كيف تفكر. على أي حال، إذن نحن بين جهتين. الجهة الأولى ذهبت إلى تقديس اللغة إلى أبعد ما يمكن، والجهة الثانية ذهبت إلى الإسفاف باللغة إلى أبعد ما يمكن أيضا. وهناك من خرج في هذا العصر بنظرية تقدم الحديث عنها، المفكر العراقي عالم سبيط النيلي، حينما جاء بالنظرية القصدية، وهي من بناة أفكاره، فأراد أن يخرج من هذا الجو، أراد أن يخرج من جو التقديس الذي وصفه بالاعتباطية، وأراد أن يخرج أيضا من هذا الجو الذي أراد أن يسف باللغة إلى حد من الإسفاف البعيد، لكنه جاءنا بنظرية من بناة أفكاره. خلاصة نظريته ما هي؟ الألفاظ متكونة من حروف، والحروف أصوات. يقول بأن هذه الأصوات كظاهرة فيزيائية لها دلالة معنوية، ونحن قد لا نختلف في هذه القضية، ولكن كيف نشخص هذه الدلالة؟ هو يشخص لنا هذه الدلالة، يعني أرجعنا إليه، هو الذي يشخص هذه الدلالة الفيزيائية. أقرأ كلمات مما جاء في كتابه اللغة الموحدة. اللغة الموحدة دار المحجة البيضاء، في صفحة 445. اللغة الموحدة اكتشاف الدلالة القبلية للأصوات. هو يقول: كما يظهر من العنوان، فإن المقصود هو أن الدلالة السابقة للأصوات ثابتة. كما يظهر من العنوان، فإن المقصود هو أن الدلالة السابقة للأصوات ثابتة، فليست لها علاقة بلغة معينة. يعني هذه الحروف في اللغة العربية لها أصوات، وفي اللغات الأخرى حروف كل لغة لها أصوات. الأصوات المتشابهة في اللغة العربية وفي اللغات الأخرى تحمل نفس المعنى، هذا مراده. كما يظهر من العنوان، فإن المقصود هو أن الدلالة السابقة للأصوات ثابتة، فليست لها علاقة بلغة معينة. ويتم عندئذ تفسير سبب استعمال تسلسل معين عند قوم واستعمال غيره عند آخرين، إلى آخر كلامه. أنا هنا لا أريد أن أستعرض كل شيء، لكن هذه تعطينا فكرة أن الحروف في كل اللغات هي عبارة عن أصوات، فإذا كانت هذه الأصوات متشابهة فهي تحمل نفس المعنى، لكن تسلسل هذه الأصوات في اللغة العربية قطعا يختلف عن تسلسل هذه الأصوات في اللغة الفرنسية مثلا. من الذي يحل لنا هذه المشكلة؟ عالم سبيط النيلي. لنرى على سبيل المثال،
في صفحة 553 حرف الفاء، يقول: هذا هو تعريف الفاء، وهذه هي الصورة الملائمة للتعريف. هو رسم مخططا، لست الآن بصدد المخطط. يقول: فالفاء حركة جوهرية في الموجودات عامة، وهي تفعل فعلها من غير أن نعلم أنها حركة الفاء. كلام هو يتصوره من عندي، هل هناك من دليل على ذلك؟ لا يوجد أي دليل، لأنه يذهب بنا إلى الجانب الميتافيزيقي، فيريد أن يحول الجانب الميتافيزيقي إلى صورة فيزيائية، والذي يشخص لنا ذلك هو بوجدانه بذوقه. ومعلوم أننا نقصد بالحركة الجوهرية ما هو أبعد من الصورة المادية. يقول: فالخبر أي خبر إذا انتشر في وسط ما بما يماثل هذه الحركة فإنه ينتشر بحركة الفاء، وهذه أمثلة عامة. إذا نفخت في رماد أو تراب أو باودر فإن جزئياته تتطاير. إذا نفخت في رماد أو تراب أو باودر فإن جزيئاته تتطاير إلى كافة الاتجاهات، حيث أن هذه الحركة أي حركة تفرق الأجزاء هي حركة مشابهة لحركة الفاء. هو يأتينا بهذه الأمثلة كي نستشعر معنى صوت الفاء، وذلك شيء لا يتحقق. ثانيا، إن إلقاء قطرة من سائل التلوين على خليط في المختبرات وانتشار القطرة في جميع أجزاء السائل بخاصية الانتشار وتلون كامل السائل بها هو بحركة مثيلة لحركة الفاء. إن التحلل الذي يحصل للمواد الحية تفسخ هو بحركة الفاء، لأنها تتحلل بصورة شاملة إلى كافة الصور: غاز، تراب، بخار. رابعا، إن لحظة التشظي للقذيفة الانفجار هي بحركة الفاء، أعني أن حركة التشظي فقط هي بحركة الفاء. صفحة 559 عن الراء، يقول: الراء لا يفعل شيئا داخل الحركة من الناحية الظاهرية، ولكنه جوهريا قد يحدث مثل هذا التغير الذي غايته المحافظة على الحركة كما هي، إلى أن يقول إن الراء يعيد الحركة أو يصورها أو يستنسخها، ومعنويا هو استحضار الحركة. أمثلة عامة: أولا، تذكر الأشياء واستحضارها في الذهن يكون بحركة الراء. ثانيا، اهتزاز الشوكة الرنانة هو بحركة الراء. ثالثا، دوران القمر هو بحركة الراء. وبالإمكان وضع أمثلة أخرى لا حصر لها للتكرار المنتظم. إن نظام التكرار وترتيبه متعلق بموضوعه أيضا. وبصفة عامة، فإن مفردات التعريف كما قلنا نسبية، وفي الكون يعمل الراء وفق طبيعته وطبيعة الأشياء. أهكذا تفهم اللغة؟ هو بعد ذلك يتحدث، ماذا يقول؟ يقول: أما في صفحة 461، أما من أين جئنا بمعاني الحروف؟ لأنه لم يذكر في كل كتبه من أين جاء بهذا. أما من أين جئنا بمعاني الحروف فإنه عمل معقد يصعب شرحه، وإذا احتجتم إلى بيانه، متى نحتاج؟ نحن الآن نحتاج إلى بيانه. وإذا احتجتم إلى بيانه في يوم ما فسأوضح ذلك. أهكذا تفهم اللغة؟ أما من أين جئنا بمعاني الحروف فإنه عمل معقد
يصعب شرحه، وإذا احتجتم إلى بيانه في يوم ما، ربما هو يستشعر أشياء بخياله بوجدانه، ذلك أمر خاص به، نحن ما شأننا. وهو يقول بأنه لو أن الإنسان يستمر في علاقته وفي تصوره وفي استحضار هذه الصور الشبحية لمعاني أصوات الحروف، فإنه ستتشكل فيما بينه وبين هذه الحروف صداقة، فحينما يسمعها يستحضر هذه المعاني. من أين جئنا بكل هذه المنظومة؟ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أرجعوا معرفة حديثهم إلى معرفة لحن قولهم، فهل يعرف لحن قول أهل البيت بهذه الطريقة أم بالمعايشة المستمرة مع حديث أهل البيت؟ كيف يعرف لحن حديث أهل البيت بهذه الطريقة؟ إلى جعل اللغة وجود هندسي بشكل صارم. النظرية القصدية تأتينا بنظام هندسي صارم للغة، بل لكل لغات العالم، لكن الحقيقة أن اللغة ليست بهذه الهندسة الصارمة. اللغة فيها جانب هندسي، ولكن اللغة أيضا فيها جانب مرن، هناك مرونة في اللغة، لأن اللغة يحتاجها الإنسان في جميع اتجاهات الحياة، واتجاهات الحياة متحركة، فلا بد أن تكون اللغة مرنة ومتحركة. وأنا هنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل أكثر من ذلك، عرضت لكم هذه الاتجاهات. اتجاهات منها ما ذهب إلى التقديس، وهذا هو الذي قد أثر في المنهج العلمي في الوسط الشيعي، تقديس اللغة، قدست اللغة وفقا لقواعد وطرائق المخالفين. التعامل مع اللغة بهذه الطريقة سيشكل سدا أمام معرفة لحن حديث أهل البيت. نحن لا نستطيع أن نعرف لحن حديث أهل البيت وأن نعرف معاريض كلامهم ما لم نتعامل مع اللغة وفقا لقواعد وقوانين أهل البيت صلوات الله عليه. فنحن نرفض التقديس، ونحن نرفض الإسفاف الذي تحدث عنه الوردي وأمثال الوردي. الإسفاف باللغة العربية، اللغة العربية لغة في غاية الجمال، لا أريد أن أقول بأن اللغة العربية هي أجمل لغة في العالم فيقول القائل لأنها لغتي، لأنها اللغة التي أتكلم بها فأقول عنها ذلك، لا أريد الدخول في مثل هذه الدوائر السخيفة من الحديث، لكن هذه قضية يحكم بها وجداني وتحكم بها الحقائق الخارجية. محمد أجمل الكائنات، لغته أجمل اللغات، ولا أريد الخوض في هذه القضية أكثر من ذلك. حين نقول في الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور، هذه العبارة تكفي دليلا على ما قلته، ولكن هذا الدليل لمن يستشعر هذه النورية في كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلا نحن مع التقديس ولا نحن مع الإسفاف باللغة والجفاء مع هذه اللغة الجميلة، ولا نحن مع هذه الهندسة الصارمة، وأن نجعل من شخص ما مرجعا لنا في تشخيص معاني الأصوات، ومع ذلك هو أيضا لم يشخص لنا القضية بكل تفاصيلها.
إذن كيف نتعامل مع اللغة؟ مصادرنا في اللغة أولاً القرآن، وثانياً حديث أهل البيت، وثالثاً الشعر العربي الجميل، لا كما يقول النحاة واللغويون مثلاً. هذه قاعدة معروفة عند اللغويين وعند النحاة، بأن أشعار المولدين، يعني أشعار العصر العباسي وحتى العصر الأموي، العصر الأموي الثاني، ليس في بدايات العصر الأموي، أشعار هؤلاء الشعراء ليست بحجة حينما يريدون أشعارهم، يريدونها على سبيل الشاهد، على سبيل الشواهد، ليست بأدلة. يعني المتنبي أشعاره ليست دليلا، وتأتيني بشاعر بدوي لا يعرف اسمه، كما قرأت عليكم في يوم أمس: خالي عويف وأبو علجي، المطعمان اللحم بالعشجي، وبالغدات فلق البرنجي. يعني هذا يكون حجة في العربية، وأما المتنبي حين يقول أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. حين يتكلم المتنبي أبو تمام البحتري وغيرهم، هؤلاء أشعارهم لا تكون حجة، وهم الذين شربوا العربية والأدب العربي شربا، لا يمكن ذلك، هذا خلاف الذوق. العربية إنما نعتمد أولا على القرآن، ثانيا على حديث أهل البيت، وهو كثير جدا، زياراتهم، أدعيتهم، خطبهم، كلماتهم القصار، والكم الهائل من أحاديثهم المختلفة. ويأتي بعد ذلك الشعر العربي الجميل، ابتداء من شعر امرئ القيس وانتهاء بالجواهري وبغيرهم، لأن هؤلاء الشعراء هم مختصون بروح العربية، الشعر والأدب والنثر هو روح العربية، وهؤلاء مختصون بإدراك هذا الروح. صحيح مستوى الإدراك يختلف من زمن إلى زمن، ولكننا حينما نريد أن نتحدث عن العربية، مرة نتحدث عن لغة جامدة، ومرة نتحدث عن لسان، واللسان هو روح اللغة. القرآن هو جوهر العربية، فلا بد أن نتعامل مع عربية هي عربية القرآن. حين نتصفح الكتاب العزيز، إذا ذهبنا مثلا إلى سورة الإسراء الآية 88: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الآية هنا لا تتحدث عن حقيقة القرآن، حقيقة القرآن شيء آخر. الآية تتحدث عن البناء اللفظي للقرآن. انتبهوا للآية، لأن البعض يتصور بأن هذه الآية تتحدث عن حقيقة القرآن، وأن الإنس والجن لو اجتمعوا ما استطاعوا أن يأتوا بمماثل لحقيقة القرآن. حقيقة القرآن شيء آخر، حقيقة القرآن الكتاب الناطق، هذا شيء آخر. الحديث هنا في الآية عن البناء اللفظي، عن الكتاب الصامت. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ما قال على أن يأتوا بهذا القرآن. لو كانت الآية تقول على أن يأتوا بهذا القرآن لربما انصرفت، حتى لو كانت هكذا، ولكن قد يأتي هذا الاحتمال، يمكن أن يقبل بأن الاحتمال ينصرف إلى حقيقة القرآن، لكن الآية قالت بمثل هذا القرآن، مشابه لهذا البناء اللفظي، مماثل. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وإلا الكتاب الناطق لا يعرفه إلا الله ومحمد صلى الله عليه وآله. قضية واضحة، الآية لا تشير إلى هذا المعنى، وإنما تشير إلى مماثل للقرآن، المماثلة اللفظية. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والدليل على هذا المعنى هو ما جاء في تحدي آخر أقل رتبة من هذا التحدي في سورة هود، الآية الثالثة بعد العاشرة. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله. حديث عن سور، سور يعني ألفاظ. ولذلك التحدي على طول القرآن هو تحدي بخصوص اللفظ، التحدي في آية الإسراء عن تمام القرآن بوجوده اللفظي، في سورة هود أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. التحدي هنا بعشر سور. إذا نذهب إلى سورة يونس، الآية 38، أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، بسورة واحدة، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أقوى تحدي هو الذي جاء في سورة البقرة، في سورة البقرة الآية 23، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ولم يقل بسورة مثله، فأتوا بسورة من مثله، يعني حتى بسورة أقرب للمماثل، بسورة من مثله. هناك القرآن، هناك مثل القرآن افتراضا، وهناك سورة من مثله بشيء مشابه لمماثله. وكل من يملك الذوق العربي بغض النظر عن القضية الدينية، بغض النظر عن القضية الدينية، القرآن في بنيته اللفظية لا يستطيع أي أديب من الأدباء، أي متمكن من اللغة العربية، أن ينظم سطرا واحدا بكل تركيبته. القرآن فيه موسيقى لا توجد ولا يوجد مشابه لها في كل بناء نثر عربي. كل ألوان النثر العربي، هناك نثر مموسق وهناك نثر غير مموسق،
نثر المموسق الذي يقال له نثر فني، نثر إيقاعي، نثر موسيقي، نثر إبداعي، وهناك نثر غير مموسق. النثر المموسق بكل أشكاله ابتداء من سجع الكهان، سجع الكهان فيه موسيقى، ابتداء من سجع الكهان في العصر الجاهلي وانتهاء بالقصيدة النثرية المموسقة، كل أنواع النثر المموسق لا تشابه موسيقاه موسيقى القرآن. القرآن فيه إيقاعات بغض النظر عن القضية الدينية. الآن أنا أتحدث عن نثر، عن قضية أدبية بعيدا عن الديني والمعتقد. وربما إذا سنحت فرصة في برامج أخرى، أنا ما عندي وقت حتى أدخل في كل هذه التفاصيل، لكن إذا سنحت فرصة في برامج أخرى وأقوم بعملية مقارنة بين مقاطع من النثر المموسق العربي، إن كان في العصور القديمة قبل نزول القرآن أو كان في العصور الحديثة، ونجد النغمة الموسيقية والإيقاع الموسيقي الموجود في الكتاب الكريم له خصوصية خاصة. هناك إيقاع في هذا الكتاب لا يشابهه أي إيقاع آخر. قطعا سيقول غير المتدين هذه انعكاسات لحالة دينية، لحالة عقائدية، ولا بأس بذلك، ولكن الحقائق تبقى حقائق. هناك خصوصية ثانية في القرآن بعيدا عن الدين، تسلسل الحروف في القرآن واختيار الحروف واختيار الألفاظ بحسب معاني الآيات بعيدا عن القضية الدينية، من وجهة أدبية ومن وجهة نقدية ومن وجهة تحليلية ومن وجهة تفكيكية لمضامين الآيات، سواء اعتقدنا بها أم لم نعتقد. هناك تركيب لا يستطيع أحد أن يماثله، يعني لو أخذ أي أديب آية من الآيات وأراد أن يصوغها، نفس المضمون وأراد أن يصوغها مهما حاول، قد يأتي بجمل جميلة، قد يأتي بعبارات أدبية راقية، ولكن لا تحمل هذه الخصائص، لا تحمل خصيصة الموسيقى الإيقاعية الخاصة بالقرآن، ولا تحمل خصيصة الترتيب الدقيق للحروف. حتى لو بذل كل جهده ولسنين طوال، وحدثت تجارب في التاريخ وباءت بالفشل، مع أنهم يأتون إلى النص موجود، يعني لا هم يخلقون نصا وإنما هناك نص موجود ويحاولون أن يجدوا المماثل. إذن إذا كان عندنا هذا النص، هذه الجوهرة، إذا كان عندنا هذا الكنز اللغوي والأدبي، ما بالنا نذهب نبحث في شعر رؤبة بن العجاج وفي شعر غيلان ذو الرمة وأمثال هؤلاء وعبيد بن الأبرص وأسماء طويلة عريضة لا تعرف رأسها من ذيلها. مع وجود هذا الجوهر، مع وجود هذا الكنز الذي يتحدى كل العرب ويتحدى كل البلغاء، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة مما يماثل ما يماثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا هو الجوهر وهذا هو الكنز.
ومن هنا تبدأ مسيرتنا في معرفة لحن حديث أهل البيت، من هنا من القرآن. إذن مصدرنا الأول هو القرآن، هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل، إذا نذهب إلى سورة الحشر الآية 21، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لماذا يتصدع هذا الجبل؟ هل يعرف حقيقة القرآن؟ أبدا، الجبل لا يعرف حقيقة القرآن، لأنه أساسا الجبل رفض هذه الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. الأمانة هي المعرفة، معرفة القرآن فأبين أن يحملنها. لا تتمكن الجبال من هذه المعرفة وحملها الإنسان، هذه قضية راجعة إلى الإنسان. لكن هذا الإيقاع القرآني المفعم بهذا السحر الملكوتي هو هذا الذي يصدع الجبل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. أليس في بعض الأحيان يمكن أن يكون صوت واحد أو صرخة تؤدي إلى تساقط الصخور من على الجبال، تؤدي إلى هزة كبيرة؟ فما بالك إذا جاء هذا القرآن بكل هذا الإيقاع الملكوتي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا هو الجوهر بين أيدينا، وهذا هو المصدر الأول والأخير، وتوأمه حديثهم الكتاب والعترة. ما إن تمسكتم بهما، هذا التمسك على المستوى اللغوي، على المستوى الأدبي، على المستوى العقائدي، على المستوى الفقهي، على المستوى التاريخي، على جميع المستويات. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا. الضلال هنا ليس فقط في قضية الهداية إلى الدين. نحن نقرأ في سورة البقرة في أطول آية من آيات الكتاب الكريم، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الآية المعروفة وهي الآية 82 بعد 200، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لماذا امرأتان؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أن تضل إحداهما، هذا هو ضلال. النسيان ضلال، الاشتباه في القضايا الاجتماعية وفي المعاملات التجارية ضلال. مرادي أن الضلال الذي أشير إليه في حديث النبي، وحديثه هو القرآن، وحديث القرآن حديث النبي، وحديث المعصوم وحديث القرآن واحد بنفس الدرجة بنفس المستوى، لكن هنا ظهور قرآني وهنا ظهور حديثي، وإلا المصدر واحد. ما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى في كل شيء، سواء كان الحديث حديثا قرآنيا أو كان الحديث حديثا معصوميا، ولكن لهذا ظهور ولهذا ظهور. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، هذا التمسك على جميع المستويات. يعني أنا أسألكم وحكموا وجدانكم، أيهما أحق
بالتمسك به، أن نبني قواعد علم اللغة على الكتاب الكريم أم على أقوال أولئك الجفاة الأعراب؟ قطعا سيأتي من يقول بأن القرآن الكريم إنما يفهم بلغة العرب، وهذا صحيح، ومن قال غير ذلك؟ القرآن الكريم في الأفق اللفظي يفهم بلغة العرب، ولكن لغة العرب التي يفهم بها القرآن الكريم هل هي تلك الخزعبلات التي مرت الإشارة إليها، أم أن اللغة العربية الواضحة المعروفة التي نجدها في نفس القرآن وفي نفس حديث أهل البيت وفي نفس الشعر العربي الجميل هي هذه اللغة التي نفهم بها القرآن في الأفق اللغوي؟ ستتضح الصورة، ولا يستعجل علي أحد فيقول بأنك وقعت في الدور لأنك جعلت القرآن مصدرا للغة، وأساسا القرآن هو يعتمد في فهمه على اللغة. هذه قضية الدور سنأتي عليها في طوايا البحث في الحلقات القادمة. التفاصيل تأتينا تباعا شيئا فشيئا. في هذه الحلقات الأولى من البرنامج أريد أن أرسم الخريطة الإجمالية لكل الموضوع الذي أتحدث عن في هذا الجزء من ملف الكتاب والعطر. فإذا أردنا أن ننشئ اللغة التي من خلالها سنصل إلى اللسان، في البداية لابد من اللغة، وبعد اللغة نصل إلى اللسان، ماذا نصنع؟ نحن بحاجة إلى مؤسسة علمية، بحاجة إلى مؤسسة متخصصة تقوم بتأسيس قواعد للغة أساسها القرآن والحديث المعصوم. نأخذ القرآن ونجعل القرآن أصلا لجذور الكلمات العربية. الجذور الموجودة في القرآن هي التي على أساسها نؤسس معجمنا اللغوي. لا شأن لي بالمعاجم الأخرى فلتبقى، نحن نتحدث عن لغة وعن لسان نريد أن نفهم به القرآن وحديث أهل البيت، لا علاقة لي بالمعاجم اللغوية الأخرى سواء كانت صحيحة أو خاطئة، فلتكن ما تكن، لا شأن لي بذلك. ما شأني بما قاله بدوي جاهل؟ ما شأني ببيت شعر نسبه لغوي كاذب مثل الكسائي وأضراب الكسائي؟ ما علاقتي بذلك؟ هذا القرآن أليس المعاجم اللغوية تؤسس على أساس الجذور اللغوية؟ نحن نأخذ هذا القرآن ونستخرج الجذور اللغوية الموجودة في هذا القرآن ونذهب إلى حديث أهل البيت ونقسم حديث أهل البيت إلى قسمين. القسم الأول الأدعية، المناجيات والزيارات والخطب، الرسائل، الكتب، الإملاءات، الكلمات القصيرة.
لأن هذه المجموعة نقلت إلينا بنصوصها. الأحاديث البعض منها نقل بنصه والبعض منها نقل بالمضمون. أيضا نستخرج الجذور من هذه الأحاديث ونذهب إلى الشعر العربي الجميل، إلى الشعر الذي هو شعر، ونستخرج منه أيضا الجذور. ونحن بحاجة إلى نوعين من المعاجم، إلى معاجم تتناول المعنى اللغوي، وإلى معاجم تتناول المعاني الأدبية، المجازات، الكنايات، إلى آخره، الاستعارات. وبعد هذا نكون بحاجة إلى معاجم تتناول المعاني التأويلية التي هي المعاني الحقيقية للكتاب الكريم ولحديث أهل البيت. حينما نتعامل مع اللغة بهذه الطريقة نكون قد هيأنا السلمة الأولى، هيأنا المرقاة الأولى في طريقنا للوصول إلى معرفة لحن حديث أهل البيت. وإلا أن نتعامل مع لغة البدو وتريد من خلال لغة البدو أن تعرف لحن حديث أهل البيت، ذلك شيء لا يكون، حتى وإن كان الفقيه يدعي، سواء ادعاه أو لم يدعه. إذا كان يتعامل مع اللغة على ذلك الأساس التقديسي الموجود في هذه المعاجم اللغوية التي عبثت بها السياسة، وعبثت بها المذاهب الفاسدة، وعبث بها العلماء الفاسدون ووعاظ السلاطين، مثل ما يعبث ابن خلدون في كتابه. وبالمناسبة دكتور علي الوردي عنده كتاب اسمه وعاظ السلاطين. أنا أقول لماذا لم يجعل ابن خلدون من وعاظ السلاطين أيضا بهذا الفكر المنحرف الذي تحدثت عنه، بل بهذا الفكر المهزلة. مجانين هم بدرجة الصديقين، وأهل البيت شاذون مثل هؤلاء. من هنا نشأ الفكر، علماء اللغة وعلماء النحو مثل هؤلاء، مثل هذا الذي يديم شرب النبيذ ويأتي الغلمان، وسنتحدث عنه أيضا في الجزء الثاني، هناك تفاصيل أخرى سأتناولها من هذا البرنامج. إذا لابد من أن تكون عندنا منظومة لغوية، هذه المنظومة اللغوية هي التي من خلالها نكون قد صعدنا المرقاة الأولى، خطونا الخطوة الأولى في طريقنا للوصول إلى إدراك لحن حديث أهل البيت. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا، نصل إلى الفهم المأخوذ من أهل البيت. كيف نصل إلى الفهم المأخوذ من أهل البيت ونحن نتعامل مع لغة هي أجنبية عن أهل البيت؟ النبي قارن بين الكتاب والعترة، في ذلك إشارة واضحة أن اللغة هنا في الكتاب والعترة، لابد أن تخرج اللغة من الكتاب والعترة. قد تقول لماذا جئت بالشعر إذا كانت القضية الكتاب والعترة؟ الكتاب والعترة الأصل، أما الشعر لأنه يمثل الطبقة الأرقى في اللغة العربية المتبقية التي هي خارج الكتاب والعترة. وإلا القواعد، الأصول والأسس
نأخذها من الكتاب والعترة. التفصيل يأتينا إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد. ألقاكم على مودة إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أسألكم الدعاء في أمان الله. ليش نقول باشر لو سئلنه ايش نقدم عذار من نعرض عملنه عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر ايش قدمنا ايش قدمنا وايش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري ايش نقول باكر لو قضينا السنين